ابن صبرا انا ابن صبرا صبار شمس الزمان النوارة انا ابن صبرا صبار شمس الزمان النوارة وجدي كان شيخ الحار واهلي كل المصريين ادي النسب وادي المعنى وادي الوداد اللي جمعنا ادي النسب وادي المعنى وادي الوداد اللي جمعنا وادي الحدود اللي تبعنا جاي والفين عيني يا عزيز على قلبي وعيني قالت لي حبت عيني يا عزيز على قلبي وعيني لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك ولا تطفي عمود النور ولا تشهد كلمة زور والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار وان شفت غريق محتاج اوعى تخاف الامواج العمر ما هوش عمرين والرزق ما هوش رزقين يبقى هات عسكري دكر يحميك يا يا عجله باشا. انت بتعمل ايه هنا يا هلا؟ يا بنت كنت بطمن عليك يا بنت وحشتيني قلت اجي ازورك واظبطك بعدين كان نفسي اشوفك كده بقميص نوم يا المدام صفايفه يا باشا صفايفه ها بس الهدوم ما جاتش على مقاسك يا امك يا ابن الكلب منعتك ان معلقتك انت وعيلتك كلها ما بقاش انا سيف الحديد ليه كده يا باشا؟ ده انا حتى ضيف عندك يعني حد يعمل مع الضيف كده ها؟ ده انا ضيف عندك يا باشا قلة أدب مش عايز ها؟ بلاش قلة أدب اهدى بقى روح أمك الكلام ده تعمله هناك قول لي يا باشا إيه إحساسك مبسوط؟ مبسوط بالشويتين دول كده؟ انت ايدك نعمة كده ليه يالا؟ يا صبرا كانت بتردعك صناعي ولا ايه؟ صبرا فكرتني بصبرا اخبارها ايه؟ انت امك اسمها ايه؟ بعينك على فكرة ممكن اضغط عليك واعرف اسم امك انسى والله ممكن بس انا مش واطي زيك لان امك ملهاش ذنب ما هي لو تعرف ان الخلفة دي هتبقى وسخة كده اكيد ما كانتش خلفتك ولا اتجوزت اساسا صح؟ يا امك منعتك يا جماعه يا بنت يا بقى ماشي يا ابن المرتشي ماشي 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 ايه رايك قلت تهدى بقى بس انا زعلان منك يا خيبت ظني طلعت ما بتعذبش كويس يعني هفق انا بقى النهارده هاجي اعلمك حاجه جديده
تضحك. انا ضحكك دلوقتي على الاخر. نفسي اشوف اخرك يا ابن صبرا. ابن صبرا ده هيقلبك مره حالا. انت بتعمل ايه يالا؟ ايه رايك؟ بتعمل ايه؟ بص كده. ركز بقى معايا. هقتلك يا ابن صبرا وحياة امك مناعتك. السلك ده يا باشا المفروض دلوقتي. تعالى كده نجرب من هنا. نحطه فين؟ خلاص 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 يا بابا خلاص خلاص يا بابا. ها على كيف كيفك صح؟ مش حاسس بحاجة. طب حس بقى. مبسوط؟ 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 حياة أمك أخليك تبوس رجلي في يوم من الأيام. تبعت تجيب صحابك معاك هنا. تبعت رجالة أحسن. بيني وبينك يا باشا أنا شايف إن أنا بعمله ده تسالي. نخش بقى تقيل. إيه رأيك؟ وأنا موافق. هدواك شوية تقيل. أرجوك. شوية تقيل. يا ريت ترضى. والله يا شاطر. يلا. حلو حلو صح؟ كمان مرة. حاضر. حياة أمك منعتك. يلا استحمى بقى. ها عشان تأخرنا على الفصل. يلا. ها مبسوط؟ مبسوط يلا؟ مبسوط؟ مبسوط؟ اللي أقول لي يا باشا صحيح تفرق لو كنت جبت فوطة خضراء من صفرا من زرقاء؟ تفرقش يا تفرق في الرجولة. في الرجولة الله ينور عليك. اتنفس بقى يا عم الراجل. ها فين الرجولة؟ فين الرجولة؟ هتعرفها في يوم من الأيام يا ابن صبرا. حياة أمك منعتك. اهدى شوية. اهدى كده أنت حلو أموه. اهدى اهدى صحتك. اهدى يا بابا. اهدى يا حبيبي. اهدى يا بابا. اهدى شوية. اهدى يا بابا. تعالى بقى نتكلم كده راجل لمرة. اللي اقول لي يا باشا ليه القانون بتاعكو ده ما بيمشيش غير على الضعيف؟ بلاش دي بلاش. ليه لما امشي في الشارع مثلا وقابل واحد من امثالك يسالني عن بتاعتي يقول لي شغال يالا؟ طب ليه يالا؟ ليه يالا؟ انتوا بيعلموكوا يا باشا الاحداث ولا انتوا مثلا بيبقى عندكم عقده وانتوا صغيرين نقص بتطلعوا على خلق الله لما تكبروا؟ ايه هتيجي زي الفار ولا ايه؟ لا هنأجل بقى الموتى نخليها وقت تاني. ها صحيح يا باشا نسيت اقول لك حاجه. كنت قايل لي لو شفت الشارع اعمل ايه اعمل ايه؟ هتدفع على وشك صح؟ يا امك انا هقتلك يا ادم عبد الحي. يبقى اقفل الشباك كويس يا هفا. سامعني يا ادم عبد الحي تاني يا بيه؟ وحياة امك منعتك. ادم بريء. دليل براءته كان بين ايديا. ولما هو بريء مسكتوه ليه؟ معرفش. السؤال ده كان محيرني وما كنتش عارف اجابته. لما قدمت لهم دليل براءته شككوا فيه ورفضوه، بس لما عرفت الإجابة أخدت قراري. وإيه هو قرارك؟ هربته. هشام أنت واعي للكلام اللي أنت بتقوله ده؟ يمكن أكون خنت شرف مهنتي وهربت متهم، بس ده لاني انسان قبل ما اكون ظابط.
حتى الضابط مهمته تحقيق الامن والعدل، عشان كده انا مش ندمان. انا لاول مره قدرت استرد ثقتي بنفسي، عملت الصح وسط كل الظلم والقهر والغلط اللي كان حواليا. ضيعت نفسك يا هشام. بالعكس، انا كده لحقتها قبل ما تضيع مني. تفتكر ان هما هيسيبوك؟ ما فكرتش في الموضوع ده، مش عارف ممكن ينتهي لايه، بس كل اللي انا عارفه كويس اني ارتحت، شلت حمل كبيرة قوي من على صدري. حتى لو هيقطعوني، المهم ان انا عملت الصح. انا مفكرتش فينا، انا وبنتك وابننا اللي جاي. اللي بشوفه بيتعمل في الناس كنت بضطر اسكت عليه، مش عايز يجي اليوم ولا ايه بيتعمل فيكم. انا عايز ربنا يسترها عليكم وعليا. بس دي ناس ما بتعرفش ربنا. بس ربنا عارفهم واحد واحد، مش هيسيبهم، هيجي عليهم ويحاسبهم. صدقيني عمر ما الغلط هيفضل غلط، اكيد يوم هيجي وهيبان الصح. لحد ما يجي اليوم ده احنا هنعمل ايه؟ ما تقلقيش، انا مش هعذبك معايا. مش انتي كنتي طلبتي مني الطلاق قبل كده وانا رفضت؟ انا دلوقتي موافق، وهسيب لك البنت كمان، عشان على الاقل لو اتاذيت هتاذي لوحدي ومفيش ضرر يجي عليكم. بدوني يا هشام. ده اسلم حل يا منى. انا ممكن افقد شغلي، مركزي يضيع، ما يبقاش عندي سلطه بعد كده، هرجع انسان عادي تاني. يعني مش هيبقى فيا اي ميزه عشان تتمسكي بيا. الله يسامحك، ما انا عايشه معاك يا هشام عشان سلطه. انا ما قلتش كده، بس انت تعودتي عليها، مش هتقدري تستغني عنها، وانا مش هقدر اديها لك تاني، مش هقدر. انا مش عايزه حاجه من الدنيا دي غيرك انت بس. انت ليه مش عايز تصدقني تغير؟ ليه مش عايز تحس بيا؟ انا جوايا جرح طويل اوي عمال بينزف، مش عايز يقف، مش عايز يقف. فوقني فوقني اوي وروح من النوم، هي بنتي الوحيدة، بنتي الوحيدة بقت عاجزة قدام عينيا، وأنا مش قادرة أعمل لها حاجة ولا سبب. يعني أنت عايزة تكملي معايا؟ ولو ما وقفتش جنبك ما بقاش بنت أصول. بس عشان ما تبقيش بنت أصول؟ لا يا حبيبي، لا، عشان أنت جوزي، أبو بنتي، ابني اللي في بطني، لأنك أطيب وأحن راجل في الدنيا كلها. أنا؟ ده أنت ما كانش بيعجبك طريقتي. كنت عامية، عامية وفتحة، ساذجة، وفهمت إني معايا أحسن راجل في الدنيا كلها. عارف ليه؟ لأنك إنسان وعدة تأمن على نفسها وهي معايا. لو حبيت تشيلها جوا عينيك، ولو كده ما تسلمهاش ابدا. لو كنت كده من الاول
كانش عمري بقى في مشاكل ما بيننا. كل حاجه هتبقى كويسه تاني يا حبيبي. وعلى فكره انا عندي خبر حلو ليك. الدكتور بتاعي عايز يتكلم من لندن وقال ان هم قبلوا العمليه وان شاء الله هتخف وتبقى كويسه. انت بتتكلمي بجد؟ يعني بنتي هترجع تمشي تاني على رجليها؟ ان شاء الله يا حبيبي. مفيش حاجه كبيره على ربنا. بجد يا بنت كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. على فكرة كان ينفع تخرجوا تحتفلوا في أي مكان وأنا كنت هبقى قاعد هنا، يعني هروح فين يعني؟ ده كلام برضو يا آدم. دي سيسيل بتحضر الاكل وجايه ورايا دلوقتي، وبعدين احنا في ظروف ما تستحملش ان احنا نسهر بره. وبعدين يا سيدي احنا مبسوطين واحنا متجمعين حواليك كده، انت مالك بينا بقى؟ وبعدين هتعوز ايه تاني اكتر من كده يا اخي؟ ده انا مضحي بليله زي الفل عشان اجي اسهر معاك. كل سنه وانت طيب. اتفضل يا سيدي، ادي الباسبور بتاعك، صورتك على الباسبور باسم واحد تاني، هتخرج بيه من مصر في خلال أيام، أنا وعدتك. إيه إحنا هنفضل في الصمت ده كتير؟ ما تشوف يا بابا وماما فين؟ الساعة بقت 12 ل10 وأنا عمالة أكلمهم بتردش. ازيك يا حبيبتي؟ طمنيني عليك يا قلبي. الحمد لله يا بابي. استاهل الحمد يا حبيبتي. انتي بتذاكري ولا ايه؟ لا انا مش بذاكر. امال؟ مش حضرتك قلت لي قبل كده ان لما انت بتكون تعبان بتمسك القران تقرا فيه عشان احنا مالناش غير ربنا؟ صح. انا بقى ما عنديش قران وقلت اجيب كتاب الدين اقرا فيه شويه، ولا ان ربنا يخليني ارجع امشي زي الاول. يا بنتي انا زهقانة قوي يا بابي. انا عارف يا حبيبتي، انا عارف ان انت زهقانة ونفسك ترجعي تمشي تاني وتجري وتلعبي، انا عارف. بس اقول لك على حاجة، خلي عندك امل في ربنا، ادعي له كتير قوي يا هايدي، ادعي له يا حبيبتي. كل ما تدعي له كل ما يحقق لك كل اللي انت نفسك فيه. لو النبي، لو النبي، عشان خاطر، عشان خاطر يا دودو. اقول لك على حاجه، انا هقعد ادعي وماما هتدعي وتيتا وجدو كلنا هنفضل ندعي لغايه اخر يوم في عمرنا. يا رب يا رب يا حبيبتي. اقول لك على خبر حلو بقى، ها؟ الدكتور وافق انه يعمل لك العمليه بره، وان شاء الله هتعمليها وان شاء الله هترجعي تمشي تاني زي الاول واحسن كمان. بجد يا بابا؟ بجد يا روح قلب بابا. يلا تعالي ندعي ربنا. يلا. يا رب يا رب يا رب اشفيني يا رب، يا رب اشفيني يا رب، يا رب رجعني امشي تاني على رجلي يا رب، يا رب رجعني امشي تاني على رجلي يا رب، يا رب يا رب انا بحبك يا رب، يا رب انا بحبك يا رب، ارحمني يا رب، ارحمني يا رب، واشفيني يا رب. امين يا رب العالمين. مين يا رب؟ انا بحبك. وانا كمان بحبك قوي يا بابا. بابا الجميل سرحان في ايه؟ ابدا يا استاذ فوزي ولا حاجه، اكيد كل واحد عنده هموم. وهمومك واخداك فعلا يا استاذ فوزي. انا حاسه ان انا في دوامه عماله تاخدني لتحت، بس انا عندي امل في ربنا كبير ان انا ان شاء الله هاخد. لو ما فيهاش تطفل اقدر اعرف الدوامه اللي واخداكي دي ايه؟ ابدا يا سيدي، طليق عايز يرجع لي وانا استحاله ارجع له. معذور يا سهام، انت تعرفك ما يسبكيش يا فندم. ما تفهمنيش غلط، بس انا بقول الحقيقه، يعني انت شخصيه نادره،
فعلا اللي عرفك ما يسبكيش. بعدين انت بتزعلي من مديك ولا ايه؟ عارف مشكلتي يا استاذ فوزي؟ ان انا انسانه عايزه تختار حياتها بنفسها، مش عايزه تبقى مجرد حكه تحفه تتشال من هنا وتتحط هنا. من حقك انك تعيشي وتختاري، ده حقك. انت بتتكلم بجد يا استاذ فوزي؟ طبعا بتكلم بجد. غريب، اول مره اشوف راجل بيقول الكلام ده. صوابعك مش زي بعضها يا سيهان، والمشكله انت بتعاني منها، انا كنت بعاني منها. طليقتي كانت متسلطه وحيزاني امشي على العجيف ما لخبطوش. معقوله في ستات قادره للدرجه دي؟ قادره؟ هي قادره وبس. ما بقول لك حاجه، ده انا لولا نعم ربنا خلصني منها. سيهان عايزه اطلب منك طلب، بس ارجو ما تحرجنيش. بعد الضحك اللي ضحكتوني ده حضرتك تقوم. ممكن نتغدى سوا النهارده؟ مرسي مرسي يا سيهام قوي، مرسي. يلا بقى. مالك يا آدم؟ صح؟ مش عايزة تقولي كده؟ سرحان كالعادة. في ايه يا آدم؟ في ايه؟ في اللي حصل لي واللي لسه هيحصل لي. يا ابني ما باسبورك جه وبابا ظبط لك كل حاجة وبكرة تسافر وهنا تحصلك وكل حاجة هتبقى كويسة. خلي عندك أمل يا آدم. يا نانسي الأمل ده للناس اللي بتحلم، انما انا ما بقتش اعرف انام اساسا عشان احلم. انا ما احبش اشوفك يائس كده، ده انت انسان قوي، ده اللي عملته ده مفيش حد في الدنيا يقدر يعمله بسهوله. تعرفي يا نانسي، مش انا قتلت، بس ضميري مرتاح عشان ربنا عارف انا عملت كده ليه. وتعرفي كمان يا نانسي، اي دموع في عينيا بتبقى ليه؟ مش عشاني ولا عشان الظلم اللي انا بشوفه، عشان امي واللي حاساه دلوقتي. تخيلي كده، اتحرمت من ابنها وبعد شويه اتحرمت من ابويا واخواتي. اخواتي اللي ما بقى لهمش راجل ولا ظهر ولا حد يخاف عليهم ويجيب لهم حقهم. البركة في أخويا يحيى، ربنا يحميه. وهنا، هنا حلم عمري اللي مش هيكمل. لا هيكمل، هيكمل يا آدم. بكرة تسافر وتعيش في بلد بره بعيد عن الخطر، وبراءتك تظهر بعدها، وهنا هتروح لك وهتعيش حياة جميلة، وبكره اللي حصل ده كله يبقى ذكرى تحكيها لولادك في يوم من الايام وتضحك عليها. ولادي؟ تفتكر يا نانسي؟ ما تبقاش متشائم كده يا ادم. اسالك سؤال وترد عليا بصراحه. عمرك كنت قاعد كده في لحظه كنت متضايق ولا حاجه قلت لنفسك انا ايه اللي خلاني اعمل ده كله عشان بنت مسيحية؟ أي واحدة تربى على الأرض دي كان هيعمل كده. أنا عارف كويس جدا إن اللي راحوا ضحوا بحياتهم وحاربوا عشان أنا وأنت نعيش في أمان دلوقتي كانوا جدك وجدي، أبويا وأبوكي، كانوا مسلم ومسيحي، ما كانوش بيقولوا حاجة غير الله أكبر تحيا مصر. أنا وأنت مصريين يا نانسي، ولاد وطن واحد يعني اخوات. ما تسألنيش السؤال ده تاني، ممكن؟ مالك يا هشام؟ عمال افكر من امبارح في موضوع العملية دي. المشكلة انها 100,000 دولار، يعني 600,000 جنيه. هنجيبهم منين؟ ما انا عارفه يا حبيبي، ان شاء الله ربنا عالم بالحال، كل حاجه هتتطبق. انا هبيع العربيه
هتجيب يعني حوالي 50-60 ألف جنيه مش اكتر. وانا هكسر الوديعه اللي كان بابا عاملها لي الله يرحمه. هتجيبي 90 ألف جنيه على شبكتي وشويه الصيغه اللي عندي يعملوا 50 ألف جنيه تانيين. هتبيع شبكتك؟ طيب ادي 50 و50 و90 يعني حوالي 190 يعني قولي 200 يعني هيبقى فاضل 400 ألف جنيه لسه. انا هبيع الشقه. ايوه مفيش حل تاني. الشقه ممكن تجيب لها بتاع 300 ألف جنيه ونروح نسكن عند بابا بشكل مؤقت يعني لغايه لما ربنا يفرجها ويحلها من عنده. هو حل كويس بس بالشكل ده احنا حياتنا اتدمرت خالص. حياتنا ولا هايدي؟ اكيد هايدي. يبقى خلاص ما تفكريش في اي حاجه دلوقتي الا هايدي وبس. بس كده هيبقى فاضل حوالي 100 ألف جنيه هشام لسه. انا ممكن اخد من بابا 30 ألف جنيه وانا ممكن اخد 20 من ماما. انا كمان يبقى اللي فاضل كده 50. اللي فاضل كده 50 ألف جنيه. ايوه حبيبي ان شاء الله ربنا هيفكها من عنده. يا رب. هو عالم بينا. يا رب انا ما حلتش حاجه تاني والله والله ما حلتي حاجه تاني. حبيبي احنا كده قربنا على المبلغ اللي الدكتور عايزه وان شاء الله ربنا هيفرجها. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه. اكيد في حل اكيد في حل بس احنا عشان متوترين فالحل مش جاي في دماغنا. ان شاء الله خير يا حبيبي باذن الله. اطلع بس انت ارتاح شويه عقبال ما اجهز لكم الاكل. يلا عشان خاطر. وانت فاكره ان ممكن حد يجي له نفسي ياكل؟ هطلع برا اشرب سيجاره. إلى السيد رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، تحية طيبة. هذا طلب مقدمه لسيادتكم المقدم هشام توفيق مدكور، ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة، ولكنني لا أتقدم بهذا الطلب بصفتي المهنية وإنما كمواطن مصري. مواطن مصري ضاقت به السبل وهو يرى ابنته الوحيدة عاجزة عن الحركة وفي انتظار إجراء عملية جراحية بالخارج سوف تتكلف 600 ألف جنيه. وقد حاولت جاهدا تجميع هذا المبلغ وليس لدي أي مورد آخر غير مرتبي، مع العلم أنني أفنيت كل عمري منذ أن تخرجت من كلية الشرطة حتى الآن في خدمة الوطن والحفاظ على أمني وتحقيق العدالة. فابنتي مواطنة مصرية في عمر الزهور، وردة تتفتح وفي حاجة لمن يرعاها ويحميها. مع الأسف أصبحت عاجزاً عن حمايتها وأطلب العون من سيادتكم مع خالص أسفي، لأني لم أكن أتخيل أن أطلب هذا الطلب من قبل، ولكنني أطلبه رغم عزة نفسي التي تمنعني، ولكن قلبي ينفطر كلما رأيتها هكذا، ولذلك أطمع في كرم سيادتكم أن تتفضلوا وتوافقوا على علاج ابنتي على نفقة الدولة. ما صابكم الله مكروها أبدا،
وأتفضله بقبول فائق الاحترام هشام مدكور. جاهزة يا نانسي؟ يلا. أظن بعد ما شفت الفيديو اللي عليه الجريمة اتأكدت إن آدم مش إرهابي. آدم ابن بلد شهم وجدع، ده ضحى بحياته عشان ينقذ شرفي، وهو أصلا ما يعرفنيش ولا يعرف حتى إذا كنت من دينه ولا لأ. أي حاجة سمعتها عكس كده من الصحافة أو من الإعلام فده كله تهويل وكذب، حتى لو من أمن الدولة فده برضو كذب. آدم مظلوم واحنا كلنا لازم نقف جنبه. احنا لو ما عملناش كده هنبقى بنقول لاي انسان يجي بعده لو فكر يعمل عمل خير ان البلد دي بدل ما هتكرمه هتهينه. معقول هنبقى كده؟ عايزه تقولي حاجه تاني؟ اه عندي حاجه تانيه عايزه اقولها. انا قبل الحادثه دي كنت مكتئبه، كنت فاقده الامل، كنت عايزه هاجر، انما بعد ما قابلت ادم غيرت رايي. على الاقل حسيت ان البلد دي لسه فيها شباب فيهم امل، شباب جدعان لطاف من جواهم، ممكن يضحوا بحياتهم عشان الحق. احنا لسه جوانا خير بس مش حاسين بيه. ستوب، عايزين نعمل ابلود للحاجات دي على النت وعايزين نبعتها لكل القنوات بسرعه يا كريم. اوكي فاهم، بس صدقيني انت ريحت ضميرك وعملت صح وان شاء الله ربنا هيكمل. يا رب بس اللي بنعمله ده يجيب فايده. ربنا كبير وعمره ما هيضيع حق انسان اتظلم. بجد ميرسي يا جماعه، انتوا فعلا طلعتوا جدعان زي ادم بالظبط. يا جماعه لو ملناش خير في بعض هيبقى لينا خير في مين يعني؟ شفتوا اللي حصل؟ ايه؟ بيقول لك الواد قلم عبد الحي الارهابي قتل الراجل الامريكاني لان الراجل الامريكاني كان بيغتصب بنت مصريه. طب والله العظيم الكلام ده لو صح يبقى الواد ادم ده راجل ومن ضهر راجل. يا عم ده كلام جرايد، امال الجماعه الارهابيه اللي اعلنت مسؤوليتها دي بتهبب ايه؟ مش عارف. شفتي يا ام ايمن؟ باين لهم بيصطادوا في الميه العكره. ازاي يا زراي؟ لما لقوها حصلت قالوا احنا كنا معاهم عايزين يغزوا العين ويبقوا جامدين. جماعة بالرغم من كل اللي احنا عملناه انا حاسس ان في حاجة ناقصانا، لو قدرنا نوجدها هنقدر نثبت براءة ادم. انا بتهيألي يا جماعة ان احنا عملنا كل حاجة ممكن تتعمل. انا ابتديت أيأس. لا يا كريم، انا مع رأي طاهر، اكيد في حاجة لسه ناقصة. حاجة ايه يا جماعة؟ حاجة ايه؟ اتفضلوا قولي عليها ونعملها حالا. انا بتهيألي كده عندي فكرة يا جماعة. قول ايه هي؟ عليا وكريم وطاهر، بتهيألي احنا في مكان محترم فممكن نيجي مع بعض كده بالشياكة باحترامنا، ولا تحبوا هينكم وامسح بكرامه اهاليكم ارض المكان. انا قبل الحادثه دي كنت مكتئبه، كنت فاقده الامل، كنت عايزه هاجر، انما بعد ما قابلت ادم غيرت رايي. على الاقل حسيت ان البلد دي لسه فيها شباب فيهم امل، شباب جدعان نضاف من جواهم، ممكن يضحوا بحياتهم عشان الحق.